السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما بلش بهذا الفيديو صلوا على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو راح نشرح كيف نحن نسترجع كلمة سر حسابنا على انستغرام في حال نحن كنا مسجلين دخول إلى حسابنا على هذا الشكل، أو في حال لا نحن كنا خارج الانستغرام ما عم نقدر نفوت لأنه نسينا كلمة السر. فراح اشرح بالحالتين هدول شلون انا بعرف كلمة سر حسابي الانستغرام، شلون برجع بفوت على حسابي في حال كنت منه او في حال كنت داخل الحساب، شلون بدي اعرف كلمة سر حسابي لحتى يعني استفيد منها اذا غيرت هاتفي ما يطير الحساب اقدر ارجعه. الخطوة بسيطة جدا، بتعرفوا باقي التفاصيل ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم من جديد. مثل ما حكينا راح نشرح بهذا الفيديو كيف نحن نسترجع كلمة سر حسابنا على الانستغرام مثل ما حكينا بالبداية. طبعا الخطوة بسيطة جدا، ولكن قبل ما اشرحها اتمنى اول شيء دعمكم لقناتي هاي لنوصل فيها في اقرب وقت ممكن الى 2 مليون مشترك. طبعا وبتمنى ايضا منكم تفعيل زر الجرس والاعجاب اسفل الفيديو، وايضا بتمنى انه دعمونا بزر شكرا اذا امكن ذلك. طيب نحن راح نشرح الخطوة الاولى اللي هي في حال نحن خلص ما عندنا حساب الانستغرام ونحن براته، يعني خلص بدي سجل دخول ما عم بعرف. طيب انا مجرد ما فتح على الانستغرام من اي مكان، من المتصفح، من التطبيق، من اللابتوب، من وين مكان، انا عندي خيار اسمه هل نسيت كلمة السر في الاسفل. طبعا بعد ما كتبنا انه نسينا كلمة السر فراح تطلع لي هاي الصفحة، هل تواجه مشكلة في تسجيل الدخول. طيب هون انا شو لازم احط؟ لازم اكتب معرف حسابي على انستغرام، او لازم اكتب بريد الالكتروني اللي كان مرتبط في حسابي على انستغرام، او رقم الهاتف المربوط على حسابي على انستغرام. بدي اشرح هون نقطة، انه حسابنا الانستغرام لنرجع كلمة السر تبعه لازم يكون عندنا شغلتين، واحدة منهم اما رقم الهاتف يلي كان عندنا على حساب الانستغرام، او الايميل يلي كان عندنا على الحساب، يعني موجود واحد منهم على هاتفنا او معنا محتفظين فيه. اذا هودي الاثنين ما موجود منهم واحد فبعتذر لانه ما راح تقدر ترجع حسابك ابدا، لانه لو فيك ترجع الحساب بدون ما يكون هو شغلتين موجودين معك كان فيك تفوت وتاخذ اي حساب شخص وترجعه، لا لازم يكون عندنا رقم الهاتف او الايميل. طيب انا هون مثل ما قلت لازم اكتب اسم حسابي او الايميل او رقم الهاتف. طيب انا حفظان اسم حسابي على انستغرام، هذا هو، فيكم مثل ما قلت تحطوا ايميلكم او رقم الهاتف ما في اي مشكلة، وبس هيك حطوا ارسال رابط تسجيل الدخول. بعد ما حطينا ارسال رابط تسجيل الدخول، طبعا مثل ملاحظين تم ارسال البريد الالكتروني، انا لاني رابطه على بريد الكتروني فارسلوا لي بريد الكتروني، انتوا لو مربوط على رقم هاتف فراح يوصل رابط الى رقم الهاتف، فهو الحالتين مثل ما قلت ضروريين. انا راح اتجه الى يعني الايميل، يعني ملاحظين يعني هذا الايميل يلي عندي، خليني احدث طبعا على هذا الشكل. ملاحظين انا ربطه على اوتلوك، يعني حساب مايكروسوفت، ممكن يكون على الجيميل. طبعا بعتوا لي رابط يعني مثل ملاحظين مكتوب فيه ريست باسورد، راح اكبس عليه شو راح يصير. طبعا راح يفتح لي رابط لإنشاء كلمة مرور جديدة. أنا بكل بساطة راح أكتب كلمة السر فوق وتحت مرة تانية وحط يعني تأكيد هيك تم إنشاء كلمة السر. خلص هيك نظامي صار عندي كلمة سر أنا أنشأتها جديدة، والاسم الحساب مثل ما قلنا نفسه الاسم اللي كان عندنا. هاي الطريقة الأولى لو ما كنت مسجل حساب، يعني خلص. بينما الطريقة الثانية لو أنا عندي حساب، يعني مثل ملاحظين عندي حساب وتمام فاتحه وكل شيء، طيب شلون بدي اعرف كلمه سر هذا الحساب؟ بكل بساطه بضغط على صوره حسابي بالاسفل على الزاويه، وبعدها بكبس على الثلاث شخط فوق او الخيارات، ما بعرف شو يسموها البتكنيا، وبعدها انا راح اتجه الى مركز الحسابات هون. طبعا راح انزل شوي اعدادات الحساب، راح اضغط على كلمه السر والامان،
راح أضغط على تغيير كلمة السر. طيب هلا راح تعرفوا ليش. طبعا بختار أنا الحساب اللي بدي إياه، هو ظهر لي من داخل حسابي، ضغطت عليه. طبعا شوفوا شو طلع لي، كلمة السر، أدخل الكلمة القديمة والكلمة الجديدة. طب أنا ما بعرفهم، أنا بكل بساطة بضغط على هل نسيت كلمة السر. هون بمجرد ما ضغطت عليها أرسلوا نفس الإيميل نفسه مثل ما ملاحظين إلى إيميلي، ولكن بدون ما يطلب أي معلومات، يعني تم يعني إرسالها إلى الإيميل هي اللي عندي، رسالة جديدة يعني تم إرسالها بهذا الشكل. ف يعني بعمل إعادة تعيين لكلمة السر من خلالها، وهيك بنكون شرحنا طريقتين لاستعادة كلمة سر حسابنا على الانستغرام. أتمنى أن يكون أفادكم، عجبكم هذا الفيديو.